أنا كان هاكم سرطان عندي فلغطان دفعت شليت أنا هاد البنيتات اللي عندي ما عندهم جماعة من غير ربي يتكلفوا لي بالعلاج ديالي الله يرحمهم الوالدين في هاد العواشر الله يوقف معاهم شافي ماما يا ربي شافي ماما مسكينة خصها تصبغى وتبقى دوشنا ما عندي تا واحد عندي غير ربي تقينت زينة هاد البنيت هادي لا تفل لا نفيق بغالي بس في الخدمة غنضب كم يا ليلي زوجة وزوجة هادي الشيء انا صعيب اخوتي صعيب بزاف شي مراجع ولا اختي ديالك كنغطيهم شي حاجه والله العظيم ما كنقدر لا نوض ولا نجلس ولا نهضر في الليل ما كننعشي الحريق بزاف ما كننعشي مره ليل ونهار انا ما عندي حتى واحد عندي غير ربي ودابا تشلس عندي هادو جويجات هادي جبت بنيتات وعندي الصور ديالي هادي عندها عندها 6 سنين وغادي عندها 5 سنين تكملها في شهر 8 5 سنين وانا كنت عالج كل شويش ولكن دابا تشللت رجلي من هنا يا من النص تحت تشللت مرة ما كان حشي برجلي والحارق ليل ونهار تخيل انا تسينا ما كنا نعاشي المرضية ديالي انا ما كنا نعاشي بالحارق وما عندي تا واحد عندي غير ربي تقينت زينة هاد البنيت هادي لا تفل لا نفيق بغالي بس في الخدمة غدب أنا عندي غير ربي الحبيب ديالي الرجل اللي خدم معايا في النظافة اللي خدم طرنو دا الليل عندي البنيت ستيتو هادي هي الكبيرة كانت في اللي طاحت لي غير الدومة ما نجبر من ديما كلها لي وستيتو لا تخاف من رفيقة لا بدا تبكي ما معايا تا واحد عندي ربي الزوج ديالي في الخدمه مره كيبغي يخليوها يجي مره على حسب الظروف ديال الخدمه هو الواحد اللي واقف معايا عندي ربي وعندي هو اللي واقف معايا شحال من مره انا عيطت له يرجعني نكون انا علينا نموت على يجي هو نكون علينا نموت وهو ملك الحمد الحمد لله انا الحاجه الوحيده اللي كنطلب ربي الحبيب عاد هو قدم معايا في النظافه عنده عندو الأجرة ديالو ضعيفة بزاف وما مرسمشي ما مرسمشي كل 6 شهور كيوقفو عندو الكونترا كل 6 شهور كيوقفو كل 6 شهور كيوقفو يعني شوف يردو شوف ما يردوشي أولادي مسكين كيأثر فيهم وكيبداو يبكيو وكيقولو لي يا ربي الحبيب تشافي ماما حنا واللي كيدخل لعندي شي واحد يطلل عليا ويقولو له يا ربي عاون ماما باش تصبر عاون ماما باش تصبر عاون ماما باش تصبر تقلد بهاديك قد هيدا كتبقى تقول للناس هيدا الا دخل شي واحد من العائله ديالي طلل عليا عاون ماما باش تصبر ديها للطبيب ما عنديش المداخل نهائيا ومصاريف ديال العلاج ديالي غاليه باهظه انا خصني مثلا نطلع من الرباط ما عنديش كيفاش نقي باش نطلع من الرباط نتعالج الاثمنه تما باهظه وانا كنطلب من المحسنين وكنطلب من اي واحد وهاد العواشر ديال العيد يا ربي الحبيب وتحافظهم وتوقف معاهم الا ما كان يشوفوا لي شي حال الله يرحم لهم الوالدين على وجه هاد البنيت انا راه ما عندهم حتى شي واحد عندهم ربي وباهم وانا انا كنطلب من المحسنين يا ربي تحفظهم وتوقف معاهم الا ما كان يحاولوا يطلعوني من الرباط يعالجوني ولا يتكلفوا لي بالعلاج ديالي مثلا حنا بغينا خصنا نطلعوا من الرباط ولكن طلبوا لنا العلاجات باهظين في الرباط انا كنطلب من المحسنين الله يرحم لهم الوالدين الله يوقف معاهم هاد العواشر انا هاد البنيتات اللي عندي ما عندهم جماعة من غير ربي
يتكلفوا لي بالعلاج ديالي. الله يرحم الوالدين في هذا العواشر، الله يوقف معاهم. انا كان بطني تقطع، انا كان بطني موت بالحريق. هذا العويله سيتواي اللي كتمع فيها تما كليت شراب ونشراب. ابوهم كيخدم في الليل، ما عندي حتى واحد عندي ربي، من قوه الحراره اللي عنده فمي والحريق والدم كيعود لي من مخاري الزيت. هو دابا ساعه كان داهم بيه في الليل، ما كنعش حتى كيجي في الصباح الزوج ديالي. أنا زوجت هاد السيدة مسكينة. بداية من الأول، في الأول أخوتي نوض الحرق في الصدر، مشينا للطبيب شفنا عينة الطبيب قال لي كاين مرض. زولنا الصدر، زولنا في البداية في 2016 زولنا الصدر أخوتي. من بعد عملنا التحاليل جبنا مشانا للعظام، مشانا للعظام دابا من 2016 وحنا كنجرو من العظام، هاد الراديون هاد التحاليل هاد الشيميون هاد الشيميون هاد الشيميون. 5 سنين تصير دابا 5 سنين، ولكن بدون جدوى، ما كاينش النتيجه والو، النتيجه زيرو مره. مؤخرا شينا واحد الدواء دابا هادي عاد كملاتو بجوج ملايين و 400000 فرنك، جوج ملايين و 400000. جيت ما كنسلف اخوتي، جيت ما كنبيع اللي كاين كامل، بعنا عينا ما نسلفو، عينا ما نبيعو، يوم يعاونو المحسنين. هذا الشيء باهظ جدا اختي. لا حنا كنمشيو للطبيب الانكولوجي المرابط حيت عندنا الضامن الاجتماعي. انا كنطلب من المحسن زعما يشوف واحد اتجاه اخر. انا خدام في النظافه شيفور هذه 7 سنين، كنا مع الشركه القديمه النظافه، مشات فحال. دابا عندنا شركه جديده، ولكن عندنا غير الكونترا. الكونترا بعد تماما هي 2500 درهم 2500 درهم، وكتجي في الشهر كتخسر 2 ملايين. خايل تكتب 250 فرنك وخسر 2 ملايين في الشهر. يعني دائما ماشي بدي، دائما كنسلفوا، دائما عينا ما كنسلفوا. وربي احنا حنين كريم، والمحسنين صراحه الله وقفوا معنا بعض المحسنين، والمحسن ماشي دائما الحمد لله والشكر لله. كنشكر الله سبحانه عز وجل كاين المحسنين المحسنين، ولكن كنطلب الله سبحانه عز وجل بواحد الاتجاه اخر. اذا كانوا المسؤولين ديالنا الحمد لله في المغرب ديالنا يشوفوا بالرحمه الوجه. انا عندي السيده مريطه شبرا ولا اختي ديالي كنغطيهم شي فحال الخدمه والله العظيم، كنغطيهم شي ما كنغطيهم، كنعمل صغيره كنعمل لي كوش ونمشي فحال الخدمه. ما مره ما جوج كانت تضطر شي مره كنكمل الخدمه، شي مره ما كنكملهاش، كنجي فحالي طاير باش نجري باش نفك. دابا هذه 20 يوم ما كتنعش، يوميا كنجي قبل ما يجي موراي الترانسبورت كنجي نجري، نشبه الطاكسي ونجري. شحال هذه 20 يوم ما نعستش مره. الحريق ما كتنعش بالحريق مره، واخا باسطيات ما كيوقفلاش الحريق بزاف. عندها الدم كيهول من راسها، هذه الاوليه دابا من راسي عندي مختلف هنايا. والحريق بزاف، الحريق 24 يوم ما عرفت الناس كيفاش عامل مره. الحمد لله طبيب مرابط زعما صراحه الله ما نكذبوش، المعامله عنده مزيانه. شني دابا تاخر دابا الاخر دابا 5 سنين في الاخر قال لك الدواء الشيميو كامل عملناه، السنه وانتظار تنشوفوا شي حاجه. هذا اخر كلام هو ديالو، قال لي الشيميو اللي عملناه اللي كاين كامل عملناه. أولو كنا نطلعوا نربط دابا عندهم الاجتماع اليوم، مشيت قبيله ما درتش نشبر الفيله باش نشوفوا التقرير الاخر شنو كاين. الشيميو اللي قال لي دابا زدنا جرعه واحده تما تبقى. دابا ان شاء الله يا ربي اخوتي كنطلبوا المحسنين ولا كيجي تدخلات ان شاء الله يا ربي نعاون نشوفوا الرباط نشوفوا شنو كاين. اما هنا في طنجه الطبيب الانكولوجي المرابطه قال في الساعه ما كاين والو. ودابا اذا كاين شي الامنيه ديالك الامنيه ديالي الزوج ديالي برا هذا الشيء هذا صعيب اخوتي صعيب بزاف. شي مره يقول اختي ديالي كنغطيهم ونمشي للخدمه، كتمشي للخدمه كنخدم اذا جات 3 ساعات كتقول انا ما كرهتش ترجع. كتكون نهار الجو نهار الاربع كتموت، نهار الاربع من السبعه للعشيه حتى للجوج ديال الليل كتغوت صافي كتموت. انا واحد المره الناس كانوا واحد المره كانت معايا قالت لي صبرك على الله ما كتودع صافي، ولكن مع ذاك الجوج ديال الليل عاود ترخى في هذا الحال. الحريق واحد الحريق ما تصورش، الحريق بزاف بزاف بزاف. انا كنخمم واحد الحاجه اللي يفرق شي واحد صراحه الله، اللي يفرق شي واحد. عشنا كنا ماشيين مزيان والحمد لله والشكر لله. كنتوا عايشين مزيان؟ الحمد لله والشكر لله، كنا ماشيين واحد الحاجه الحمد لله على ذلك البركه ماشي معها بخير.
ولكن جهة المنطقة اللي بنا هدمنا اللي بنينا طيحنا كاملين من سلفو عادي جونا تملاقت الدين ما تهدرش الدين ما تهدرش الله يستر يا ربي لجو كاملين عند ما بقي ميتي إينا من سلفو ولكن لا غالبا لا سوى هذا السرطان قلتي نقول لكم خير راه أذى من أذوات كبار الله تعالى تبارك يحفظ جميع المسلمين ليك عندك يديه لك ليك عندك يديه لك وهذا الألم وهذا الحريق دابا الدواء والحريق دابا هي ما كتنعش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.